طيب let's first start with في البداية نود أن نبدأ بزيارتك الحالية لمصر. ما هو الغرض من هذه الزيارة؟ الغرض من هذه الزيارة بالنسبة لي هو أن نشهد للمرة الأولى أكبر حملة على الإطلاق ضد فيروس سي في مختلف أنحاء العالم. هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني هو الحديث مع المسؤولين ما بينهم فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بشأن كيف يمكن أن نتبادل الخبرات مع مصر مع دول أخرى بين مصر وبين دول أخرى في قارتنا على وجه التحديد. كما تعرفون السيد الرئيس هو الرئيس للاتحاد الافريقي في الوقت الحالي، ومبادرته الرئاسية في مصر يمكن ان يتم تكرارها في دول اخرى في القارة، وهو لديه التزام للقيام بذلك. هذان هما السببان الرئيسيان للزيارة. هذا ممتاز.